حديث أبي واقد الليثي قال رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر قال رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر بمعنى أننا قريبون من عهد الجاهلية فتكون هذه الجملة الاعتراضية من باب الإطناب لكف الألسنة عنهم ولتبرير موقفهم ومطلبهم فهي جملة اعتراضية يراد منها التعليل والتبرير لما جرى منهم إذ إنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة ينوطون بها فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام فأراد أن يبرر موقفه وهذا مبدأ شرعي أن يكف الإنسان عن نفسه ما يثار حوله ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والنبي عليه الصلاة والسلام لما زارته صفية كما جاء في الصحيحين وهو معتكف فخرج ليقلبها إلى منزلها رآه رجلان من الأنصار فأسرع فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية قالوا سبحان الله يا رسول الله يعني ما كنا نظن بك هذا الظن قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا وفي رواية شرا